للتعليق على هذه التظاهرات ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فاز الشاوش. شيخ فاز الشاوش، بداية السلام عليكم. تظاهرات حاشدة تلبية لدعوة أطلقها ناشطون يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تقرأ استمرار التظاهرات في جنوب العراق وأيضا دخولها الأسبوع الثاني؟ يعني السلام عليكم، تحية لكم ولجميع مشاهديكم الكرام وإلى المحتجين والمتظاهرين في مناطق محافظات الجنوب ووسط العراق وبغداد وبقية المناطق في العراق، والرحمة والخلود لشهداء الانتفاضة والشفاء العاجل لجرحاهم، واللهم فك قيد أسراهم في هذه اليوم المبارك. في ظل هذه الاحتجاجات التي سئم الشعب العراقي طيلة 15 عام من سوء الخدمات وإنهاء مؤسسات الدولة العراقية من التعليم والصحة والتجارة والصناعة والزراعة، وصل الشعب العراقي الآن يبدو إلى قناعة مطلقة بعد سنوات من الانتظار بأن لا جدوى في هذه الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة العبادي، والآن اتجه الشعب العراقي موحدا بكل أطيافه وقومياته من أجل الانتفاضة على الفساد والفاسدين. وأعتقد هذه المظاهرات هي أخذت طابعها الشرعي والقانوني، ولكن هناك قد تكون بعض المواقف يعني ليس لها مواقف جادة، وهو الإعلام العربي والعالمي وكذلك منظمات حقوق الإنسان في ظل حملة الاعتقالات والقتل العشوائي المتعمد ودعس المتظاهرين والمحتجين في الدبابات والدروع. وهذا يعطي دليل بأن على الإعلام العالمي والعربي والمنظمات الحقوقية والدولية ومنظمة الأمم المتحدة أن تقوم بدورها الفعال تجاه ما يجري على المنتفضين وعلى الشعب العراقي خلال 15 عام. مدن جديدة، يعني مدن جديدة انضمت إلى الحراك الشعبي على رأسها بغداد، ماذا يعني دخول بغداد على خط هذه التظاهرات الشعبية؟ يعني بكل تأكيد عندما تنطلق المظاهرات في جميع محافظات العراق باعتبار أن بغداد عاصمة القرار العراقي ولها الأثر القوي إعلاميا ومحليا، فعلى أبناء بغداد جميعا أن ينخرطوا في هذه المتظاهرات، وعلى جميع أبناء الشعب العراقي أن ينتفضوا أن يساهموا في هذه المظاهرات، لأنها تعتبر المظاهرة الأخيرة والحل الوحيد والأخير لإنهاء جميع معاناة الشعب العراقي. وهناك كذلك رسالتين أحب أوجهها، الأولى هي مسؤولية الإعلام، يجب على الإعلام الفصل ما بين مؤسسات الدولة من المستشفيات والمدارس والقضايا الخدمية، والفصل ما بين مؤسسات أو مجاميع من الميليشيات تقوم بقتل المتظاهرين واحتجاجهم واعتقالهم وتدمير حياتهم، وهذا لا تعتبر هذه المجاميع لا تعتبر من مؤسسات الدولة. وعندما ينتفض الشعب او يفقد اعتاده ضد هذه المجاميع التي تقتل فيهم، فهذا يعتبر حق شرعي، لانه يعتبر دفاع عن النفس والدفاع عن النفس، وحق شرعي وقانوني واخلاقي وعرفي عشائري اجتماعي. التظاهرات يعني بدأت بسقف مطالب يعني شمل الماء والكهرباء، وبدأت المطالب تتطور، يعني الى اي مدى تتوقع ان يصل سقف هذه المطالب؟ يعني انا اعتقد ويعتقد كل العقلاء بان المطالب اولا بدأت بمطالب اهالي المناطق اي البصره وديقار والعماره والسماوة وكربلاء والنجف، وبالتالي الآن يبدو بأنها انتقلت إلى مطالب شعبية عراقية موحدة من أجل إزاحة الظلم. وبكل تأكيد عندما كلما تتوافد الجماهير والحشود على هذه المظاهرات تعطي إشارة ناجحة 100% من أجل تحقيق جميع مطالب المتظاهرين. وكذلك على المجتمع الدولي أن يتعامل والمجتمع العربي وعلى الجالية العراقية والعربية في جميع دول العالم يجب عليها تنظيم تظاهرات ومواقف ووقوف احتجاجات وأمام المنظمات الدولية لقرض إيصال عدد أكثر وهائل
بالمساندة لأبناء الشعب العراقي وإيصال معاناتهم إلى المجتمع الدولي، وكذلك على الأمريكان والحكومات العربية باعتبارها جزء من شرعنة احتلال العراق، جزء من مساهمة شرعنة احتلال العراق، على الحكومات العربية العربية وعلى منظمة التعاون الإسلامي وعلى المنظمات الدولية والحكومات الدولية وعلى رأسها الحكومة الأمريكية أن تقف مع هذه المظاهرات ومع حقوق الشعب العراقي باعتبار أن الولايات المتحدة العراقية الأمريكية العفو مسؤولة أخلاقيا وقانونيا لما حل بالعراق، لأنها باعتبارها هي الدولة المحتلة بحجة تغيير النظام الدكتاتوري أو وجود اتحادية ليجية، وهذا ما ثبت خلال 15 عام لا يوجد لم يكن نظام دكتاتوري ولم يكن نظام طائفي ولم تكون هناك تفرقة بين أبناء الشعب العراقي ولم تكون فرقات ولم تكن أسلحة بيولوجية في العراق، فعلى الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤوليتها وتنقذ العراق، كذلك المتظاهرين يجب أن يساهموا بما هيمنة إيران وميليشياتها على العراق. شكرا لك شيخ فايز الشاووش المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، شكرا جزيلا لك.